أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا
نحمد الله فيما جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا صدق الله العظيم. وهو السميع البصير.
والله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه القرآن، ومن أراد معا فعليه القرآن. صدق يا سيدي في الحكمة، قلت وقلق الحق، إنك على كل شيء قدير. وهكذا اخوتنا هذا الإسلام، كل خشعين لله تعالى من سكين لأولاد ربي تعالى على مطاوح حبيبة القارئ الشيخ محمود جلال السكوري القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية وعدوان قادة القراء والمقيم بهذه البلد مجموعة على أقوى مدى الصوت ومخاوف الفراش الدقة التي ركبت من تحت إدارة أشراف إدارة المتوكلين على الله. وكل من قدم العزاء كان سعيه مشكور والمراعاة